بعد اعتماد شبابيك الصيرفة الإسلامية ثم فتح أول بنك جزائري بالخارج، ها هو النظام المصرفي الجزائري يواصل خطوات التجديد التماشية مع قرب اعتماد القانون النقدي والمصرفي، حيث تتجه الجزائر اليوم لمنح الأولوية للتمويل الأخضر والمشاريع المستدامة. من الضروري أن يؤخذ عامل المناخ بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر والمستدام. اعتماد التمويل الأخضر فرضته التغيرات المناخية التي تستلزم البحث عن حلول اقتصادية مستدامة، وهو التوجه الذي لقي استحسان رجال المال والأعمال. الجانب هذا يعني راح يشجع كثير للجانب الاستثماري في هذا المجال، وهو تحفيز رجال الأعمال أنهم يخوضوا تجربة في هذا المجال الاقتصاد الأخضر. وإحنا كمنظمة يعني عمالية واقتصادية رانا نحث رجال الأعمال أنهم يتواصلوا في هذا، لأن الغاية منه هو الاستقرار الغذائي. دائما وفي سياق الحركية التي يشهدها النظام المالي والمصرفي، ها هي البنوك الجزائرية تنوع منتجاتها خاصة في مجال القروض الاستهلاكية، الجديد هذه المرة اقتناء سلع بالتقسيط ودون زيادة في الأسعار. باب أنه الزبون يتعاطى مع البنك، كي يجي للبنك ما يجيش بنية أنه البنك راح يعطيه ديزانتيغي وراح دونك هنا الدرجة هذه مثلا كيما يروح يشريها بتقسيط عندنا ولا كيما يشريها نقدا نفس يعني قررنا ما نديرولوش ما نحملوش ديزانتيغي باش جوستومون يكون تعاطي مع البنك باش نديموكراتيز لا غولاسيون افيك لا بنك والناس تجي بسهولة للبنك. فوالا هي بعض الخطوات التي تخطوها البنوك والمؤسسات المالية في مسار العصرنة وتطوير الخدمات، فمن الخدمات الإلكترونية إلى تنويع المنتجات، هو التمويل الأخضر يدخل في مسار تطوير النظام المصرفي الجزائري.